بكم ونتمنى أن تكونوا بصحة جيدة. يعد مرض الأكياس المائية واحداً من الأمراض الخطيرة المهددة للحياة، بسببه تعتبر الكلاب مضيفه النهائي، وتتكون الأكياس المائية في جسم الإنسان في أماكن كثيرة كالرئتين والكلية والطحال والعظام والدماغ، لأن الأكياس المائية من أخطر الأمراض الطفيلية تكون مشتركة بين الإنسان والحيوان. الأكياس المائية الكبدية باللغة الدارجة كنسميهم الكيس الكبدة اللي كيجي من الكلاب، هذه هي اللغة المصطلحة عندنا بالدارجة. هذا المرض المسبب ديالو وهو واحد الطفيلية كتسمى ليكونوكوكوس غرانيلوزيس. هاد الطفيلية فيها 9 أنواع مختلفة اللي كتدير لنا هذا المرض هذا. من هاد الأنواع كاين نوع شائع عندنا هنايا في المغرب. هاد الأكياس المائية في الكبد كتكون كثيرة بزاف في الدول اللي كتكون عندهم تربية الماشية بطريقة تقليدية. هذا المرض يكون السبب الرئيس في انتقاله إلى جسم الإنسان عن طريق الحيوانات، حيث تنتقل البيوض إلى الإنسان وتنمو هذه اليرقات في أنسجة أعضاء الجسم وخاصة الكبد والرئتين، حيث يتراوح طولها من 3 إلى 6 سنتيمترات، ويتكون جسم الدودة من 3 قطع، والقطعة الثالثة هي التي تحتوي على البيوض. هو كيقيس الكبد بصفة كبيرة ما بين 50-70% من الحالات، ولكن يقدر يقيس في الدرجة الثانية الرئتين 20% من الحالات، يقدر يصيب القلب، يقدر يصيب الطحال، جميع الأعضاء اللي في وسط البطن، يقدر يقيس أيضا الدماغ، النخاع الشوكي والعظام. إذن هذا المرض هو مرض منتشر. غالباً ما تتغذى الكلاب على بقايا المواشي، والذي يكون بدوره الناقل الرئيسي لهذا المرض إلى الإنسان. ومن حكم الله تعالى أن الكلب لا يتضرر بهذه الدويدة بقدر ما يتضرر منها الإنسان. هاد الكلاب ملي كتغذى على بقايا الماشية، في الغالب كتغذى على الأعضاء مثلاً مثل الكبد كنسميهم الفؤاد، هاد الأعضاء هادو كتكون مليئة بالبويضات. إذن هاد البويضات هادو من اللي كياكلهم الكلب كيدخلوا عن طريق الفم وكيتنموا في الأمعاء ديالو، وكيخرج الكلب كيخرج البويضات عن طريق دويدات وعن طريق بويضات. هاد الدويدات هي لا تؤذي الكلب. إذن الكلب هو إلى جينا نقولوا بحال أنه كيربي الجرثومة أو الطفيلية، ولكن ما كيتأداش بها. شكون اللي كيتأدى؟ هو الوسيط. شكون هو هذا الوسيط؟ الوسيط هو جينيرالمون هما الحيوانات النباتية مثل الماشية، الأغنام، الماعز والأرقام. إلى الإنسان مثلا جاء ومس الفرو أو الشعر ديال الكلب، أو مثلا لأنه ذاك الكلب دار النظافة ديالو باللسان ديالو دونك على الفرو ديالو، إذا اللسان ديالو كينقي به أيضا المخرج ديالو، إذا كيكون عامر بالبويضات. هذوك البويضات هذاك اللسان أيضا كينقي به الفرو ديالو. إذا ملي كيجي الإنسان وكيدوز على الكلب وكينسى من بعد هذا هو الخطأ وكيمشي كياكل بلا ما يغسل يديه، هنا الإنسان كيتصاب وكياخد البلاصة ديال الخروف. عندما تخرج بيوض الدودة الشريطية مع براز أكلات اللحوم تلوث المراعي، حيث يتناولها الإبل وتصل إلى القناة الهضمية حيث تفقس، ويخرج منها الطور اليرقي المعدي، فتخترق تلك اليرقات جدار الأمعاء وتصل إلى الدورة الدموية وتسير مع الدم وتصل إلى الأعضاء كالكبد والرئة. دوك البويضات اللي كيخرجوا في البراز ديال الكلب كيدوزوا الامعاء ديال المريض، من بعد الامعاء كيتمتصوا في الاورده وكيدوزوا في الوريد البابي او لافين بورت، ومنها كيدوزوا
مباشرة للكبد. كي في الكبد فاش كيسكنوا هاد الطفيليات كيكونوا البيت ديالهم او العش ديالهم بطريقه دونك دائريه في اغلب الاوقات، كتكون طريقه دائريه. دونك داكشي علاش كنسميهم دي كيست. هاد لي كيس هاد الاكياس كيكونوا مملوءين بماء ومملوءين برؤوس ومملوءين ايضا بطفيليات وبغشاء ابيض اللي كيحمي هاد الكيست من الانفجار. الحالة ديالنا تقريبا باش بداك هذا الالم؟ ديك شي شهر هذا؟ شهر بداك في الجنب اليمين ديال الكرش. كيسرح لك لشي بلاصه اخرى ولا كيبقى غير تما؟ لا تاع حتى ليا الصداعيه حتى تجيني السخانه تنقد النوض. داكور. كتقيي؟ لا ما كتقييش. ما طلعتش عليك شي صفوريه في الدات ديالك؟ لا. داكور. الاصل ديالك لاله منين انت؟ من بادية؟ كتسكن في بادية؟ كاينين عندكم الكلاب في البلاصة فين كتسكنوا؟ تحنوت. تحنوت، داكور. عندكم الكلاب في تحنوت؟ في البلاصة فين كاينين نتوما؟ كاينة الفلاحة؟ الفلاحة. ما عمر شي حد كان داوى عندكم على الكيس ديال الكلاب؟ لا. ما عمر شي حد. في غالب الأحيان في 60 إلى 70% من الحالات ما كتكونش هناك أعراض، أي الإنسان كيكون في حالة جيدة. إنت كنلقاو هذا المرض، مثلا المريض كيجي كيبغي يدوز يفحص على مرض مثلا المعدة أو مرض في الأمعاء أو إسهال، الطبيب ملي كيشخص وكيدير الليكوغرافي أو الموجات فوق الصوتية الفحص بالصدى كيلقى بأنه كاين واحد الأكياس في الكبد. إلا دريت كان لك قولي هادي غادي نقيسك دابا والبلاصة اللي ضربت فيها في الكرش قولي هادي البلاصة هادي. واخا ما كيسرح لكش بين الكتاف؟ ما كينزلكش لتحت؟ ما كيدوش في الظهر؟ إذا كان هناك أعراض فهذا مؤشر لخطورة المرض أو لمضاعفاته. من بين هذه الأعراض كاين هناك آلام في البطن في الجهة اليمنى الشق الأيمن العلوي في البطن ما نسميه بالهيبوكوندر دغوا. هاد الآلام كتجي من كبر الحجم ديال هاد الأكياس. العلامة الثانية هناك قيء، يقدر يكون القيء إذا كان انسدادات مرارية ديال القنوات المرارية. وهناك علامة ثالثة لا قدر الله إن ظهرت تشكل الخطر، وهي تمزق الكيس بالداخل. العلامة الثالثة وهي تلوث الأكياس أو تقيحها. هذا التلوث ولا التقيح كيجي من أنه قلنا أن لوكيست كيكون عامر بالماء، هذا الماء كيكون مسدود عليه، إذا ليس بمياه جارية، إذا أي مياه غير جارية فهي عرضة للتلوث. هذا التلوث كيقدر يبان على المريض بارتفاع درجة الحرارة وبآلام مبرحة في البطن. العلامة الأخيرة وهي علامة جد خطيرة، وهي الحالة اللي الكيست كيطرطق في الكرش، يعني انفجارات ديال الأكياس. هذه العلامة تقدر تؤدي إلى الموت بعد ما كدير واحد الحساسية شديدة. يقدر أيضا يتفجر هذه الأكياس، تفجر في القنوات المرارية وتقدر تدير لنا صفرار في الذات، وتقدر أيضا تفجر على مستوى الصدر وتدير لنا أعراض رئوية. على اي من هذه السيده واش ممكن غادي دير غير بيلون بالنسبه ليها؟ راح في استراليا غادي دير التحاليل ديال الدم. ليكوغرافي راه عندها، التلفازه ديالها راه عندها، وراني قلت لها باش ان شاء الله غادي نفتحوا لها، لانه ضروري خصنا نفتحوا هذا الكيس شوف باش ديال وتشوف باش تشوف ضوء الوجه ان شاء الله البشر العمليه، لانه العمليه غادي تكون بالمين بلاستيجي جناح البنج العام. تمام شكرا. بالإضافة إلى المعالجة بالأدوية غالباً ما تتم الجراحة، حيث يتم إفراغ الكيس كلياً والقضاء عليه وعلى الغلاف المكون له حتى يتم القضاء على الطفيلي بصفة نهائية. هناك طرق كثيرة من بينها الأدوية أي العلاج الكيميائي بحبوب الألبندازول. هذا العلاج هذا علاج طويل المدى يصل الى عامين ديال العلاج، المفعول ديالو ماشي مفعول 100% بل 50 حتى 60% مع مضاعفات الذات المريض. بالنسبه للعلاج الثاني وهو العلاج الناجع وهو العلاج الجراحي. الجراحه كنقوموا بها بجوج ديال لي فاسون، يا اما بالجراحه الكلاسيكيه يا اما الجراحه بالمنظار، عندهم بجوجهم نفس النتائج. بالنسبة للجراحة كنستأصلوا الأكياس كاملة
او كنستاصلوا طرف من الكبد اللي فيه هذه الاكياس، وكنستعنوا ببعض السوائل اللي كتقوم بتذويب او قتل هذه الطفيليات. من بين هذه السوائل هناك الاكسجيني او محلل مركز بالاكسجين او لو سيروم فيزيولوجيك هايبرتونيك اللي كيقدروا يقتلوا لنا هاد لي كيست. انت كنديروا طريقه عوض طريقه اخرى، مثلا بالنسبه للاكياس الصغيره كنديروا مثلا العلاج الكيميائي او الاكياس المتعدده. بالنسبه للعلاج الجراحي كيكون في اغلب الاحيان يعني الاكياس الكبيره او الاكياس اللي عندها مضاعفات. بالنسبه للطريقه الثالثه كنديروها في الاكياس اللي قلنا قبيله في الايكوغرافي كتكون النوع الاول، يعني النوع اللي تيكون قليل الخطوره. يستوجب على وزارة الصحة أن تقوم بوضع الإعلانات الصحية وتوعية عامة الناس والتثقيف الصحي لكل فئات المجتمع من خطورة الأكياس المائية. كيفاش غادي نحاولوا أنه نقيو الإصابة بهذا المرض؟ أولاً يعني خصنا نقيو الناس البدويين، البدويين اللي كيعيشوا في البادية واللي كيربيو المواشي، أنهم ما خصهمش يتغداو على الأغذية وعلى الفواكه وعلى الخضروات اللي ما مغسولاش. يجب غسل اليدين قبل الأكل. بالنسبة للناس اللي كيربيو الكلاب دونك خصهم يلقحوا الكلاب ديالهم ضد هذه الطفيليات. بالنسبة للأطفال أيضا دونك خصنا نردوا البال للأطفال ديالنا، لأنه أي حاجة كطيح لهم في الأرض يقدروا ياخذوها وياكلوها، وهذيك الأرض تقدر يكون فيها الفضلات ولا البراز ديال الكلاب. وخصنا ايضا نقننوا ذبح المواشي يعني في المجازر الصحيه، وهذا الدور ديالنا كاطباء وديال الاطر الصحيه، انه خصنا نراقبوا هاد المجازر باش تكون مثاليه. لمكافحة المرض يستلزم تقليص أعداد الكلاب الضالة ومداوات البقية بقاتلات الديدان بشكل دوري، المراقبة المحكمة للأحشاء المصابة في المسالخ بحجزها وحرقها، منع آكلة اللحوم من الدخول إلى المسالخ، الفصل بين الكلاب وقطعان الماشية في المراعي. موضوع الحلقة المقبلة بإذن الله سيكون عن الأمراض النفسية الموصلة إلى الانتحار. Le dossier le bilan de contrôle. Le premier levé. Oui. Chapeau de rayon. Oui, il est très bien. Même les résultats que nous avons. Salam alaikum. Salam alaikum. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك سيدي. الحمد لله كلشي بخير. اللهم لك الحمد. ايوا ها لا كلشي مزيان الحمد لله. ايوا الحمد لله الحمد لله. ايوا الحمد لله بصحه. الله يعطيك الصحه سيدي وشكرا. عرفتي الطرف اللي حيدناه كان منو هذا كان واصل لهنايا. الحمد لله الحمد لله. اوكي كتحس؟ لا بخير. الحمد لله على السلامه. يوم تبعدا بديت نقلب ما لقيتيها. ما لقيت والو. الحمد لله. وخصك دابا حتى نشوفوا شحال يكون بعد العمليه، شحال يكون تيوزن ان شاء الله. ان شاء الله نزلوا حتى الاسبوع الجاي. هي في الاسبوع الجاي منين يجي الكونترول ويبقى واحد ال 10 ايام 15 يوم ويعاود يبدا لاكيو باش نشوفوا فين غادي يوصلوا. نتمنى الله اننا نوصلوا ان شاء الله. عاوتاني نكملوا عاوتاني غادي نكملوا الطريق ان شاء الله باش نوصلوا ان شاء الله ل 100 كيلو ان شاء الله كاع تنوصلوا كاع الاخر. وانت كيفاش الشعور ديالك؟ الحمد لله الحمد لله. زعما فرحانه بزاف بزاف بزاف. زعما داكشي اللي اللهم لك الحمد بارك الله فيكم بارك الله فيكم. الحمد لله. قدتم واحد الهويه كان طايح فيها زعما لقدتو ربي يجازيك بخير ويجازي دوزام زعما الحمد لله الحمد لله. اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. الحمد لله. ايوا كان فين ولينا. ايوا اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. ايوا باش تكون عنده ان شاء الله واحد السنه دراسيه مقبله تكون في المستوى وينجح في العمل ديالو ويعاونكم ويكبر ويكون حتى حنا نشوفوه بخير على خير باذن الله. حياتك ان شاء الله. مول حنا الهدف ديالنا هو ان ما نعاودش نشوفوا بحال هذه الحالات ديال الشباب اللي كيوصلوا لهذا
السمنه المفرطه اللي بعض المرات كتهرب على يدينا وما كيبقاوش تحكموا فيها. الحمد لله اننا توصلنا، حتى هو شجاع وتعاون وهذا. وخصك الحمد لله خصك تكون واحد المثل لعدد من المغاربه اللي ما خصهمش يوصلوا لهاد الدرجه هذه. اييه ما نكذبش عليك، اللي كنشوفه في هذه الحاله ولا راه تندعي معاه بالشفاء، واخا ما نقدرش نقول له في وجهه ما كنعرفوش، ولا تنقول الله يشافي الله يشافي كل ما كان في حالتي، والله يشافي كاع الامراض. الحمد لله. ايوا الحمد لله على لا الحمد لله مزيان، مازال ان شاء الله نكملوا ان شاء الله. واخا تمشى شويه نشوف. اييه دكتور تازي فوق لو بروتوكول دو سيت سيمين افون لاكور، شنو يدير؟ يدير لي يتبع لي باري، وبالخصوص عنده واحد الحقن باش على الدوره الدمويه، وخصو يحافظ عليهم ويجي باش نشوفوا الجرح باش يكون مزيان ان شاء الله. ان شاء الله. ويتبع ديك الادويه اللي عطيناه لان مهمه فيها على الحفاظ باش ما يكونش عنده شي تعفن، ويكون الدوره الدمويه ديالو تكون مزيانه. وإلا كان شي الم عنده واحد الادويه خفيفه، الحمد لله الان راه باين ما فيه لا الم لا حتى شي حاجه، وهذا من ليله وضحاها الحمد لله عطى هذه النتيجه، وهذا هو هذا كله فضل من الله والحمد لله اللي توفقنا. نخليوك بخير، الله يسلم على العائله، وانت تبارك الله عليك. الله يحفظك. تبارك الله عليك. الله يحفظك. هذا ان شاء الله نكملوا ان شاء الله. هذاك الشيء اللي غادي هذاك الشيء ان شاء الله اللي كنتي انت طلبتي مني غادي نديرو ان شاء الله، حتى نكملوا ان شاء الله. تبارك الله يحفظك السي تاجي. شكرا. الله عليك. الله يحفظك السي تاجي. نشوفوك حتى نهبطوا على 100 كيلو ان شاء الله. ان شاء الله نهبطوا ان شاء الله. ان شاء الله. يلا بسلام عليكم. بسلام عليك. يلا سي معاد صافي تمشي بحالك. الله تمشي بحالك. اوغوا على بروشين ان شاء الله. عرفت انت بحال قال لك دكتور تازي كمل وتبع هذاك الشيء اللي كاين وتبع هذاك الشيء ديال التحليه ديال النظام وصافي صافي. جوج معاك نوصلك بحال اللي جبتك ياك عندي نوصلو بحال اللي جبتو. شكرا بارك الله فيك. يلاه مع السلامه. انا نشد نايت لك بعدا لاصونسور. بلاش بلاش ويلي ويلي. لا 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 تحلف شيء ما راه شيء. لا لا انا ما نعطيهاش لينا. لا بدا زيد 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 اعتنى بالكرش ولا بغا يمشي عليه الدروج الصغير. يلاه لا 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 مرة جاية مرة جاية فرحة فرحة هادشي. يا رب شكرا عندك انسامات ان شاء الله ان شاء الله. فرحة معاد هنا غنية عن كل تعليق. يتجدد الموعد وإياكم الأسبوع المقبل. عافانا وعافكم الله، دمتم في صحة جيدة.